بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد، فيديو كان حاصل من يومين بس انا مرضتش انزله الا لما اشوف اخره هيعمل معايا ايه. كان في السخان بتاع المية بتاع الحمام، كان في عنده حاجة تقريبا 6 فالف او حاجة زي كده، كانت بتنقط نقط بسيطة، فإهمال مني إن أنا ما خلاص ده نقط بسيطة ومش باينة وهتتصلح ومش عارفة إيه والكلام ده. هو السخان طبعا من السلع المعمرة اللي ما بتتغيرش كل يوم والتاني يعني. فجبنا اللي هو الراجل اللي بيصلح وشافه وقال ان هو ايه يعني، هو يصبر شوية ولو عايزين تغيروه تغيروه، لكن هو ملوش تصليح لانه اتصلح قبل كده كذا مرة. فالحمد لله رب العالمين، حصل مفاجأة، يعني هي مفاجأة شوية بس الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء افعل. احنا توكلنا على الله وشفنا شفنا ايه الحل وفكرنا، فلقينا ايه ان احنا يعني ان شاء الله كده يعني اخر الشهر باذن الله ربنا يفرجها وهنجيب واحد جديد. بس هو طبعا ما قدرش يصبر علينا وتعالوا معانا نشوف عمل فينا ايه. طبعا السخان القديم لقيناه دون، على فكرة السخان الجديد تمام. فالسخان القديم لقيناه الحمد لله رب العالمين، ما كنتش في حد في الحمام. لقينا انا كنت قاعده جوه، كان عندي تقريبا كنت بنهي في حفله ولقيت انفجار فظيع في الحمام. فانا جريت على الحمام، لقيت منظر، لقيت السخان طبعا هو جوه ميه سخنه بتغلي، فالميه السخنه هو في حاجه اتخلعت او اتكسرت او مصديه وانتهت طبعا، علشان احنا اهملنا فيه، مفروض يتغير يبقى يتغير من الصبح، يبقى يتقفل، يبقى محدش يستعمله. احنا استعملناه كأنه هو لسه شغال وكانت المية بتنزل منه واحنا بنستعمله. فبالله عليكم محدش يحاول، يعني مثلا حاجة مش شغالة لازم يجيب المختص بتاعها بيصلحها، يا اما بتتغير يا اما اي حاجة. على فكرة انا عاملة زوم وواقفة بره الحمام مش من قريب، يعني علشان انا بتكلمش في الحمام، عامله زوم بس على المكان بس واقفه من بره خالص. اللي حصل ان الانفجار بتاع السخان عمل دخان فظيع، فاحنا اول حركه عملناها رحنا جرينا على مفاتيح النور وفصلنا الكهرباء علشان ما يحصلش ميه وكهرباء ويبقى في قلق. انا قلت الحركه دي ممكن تحصل معايا مع غيري، فانا بنبهكم لما السخان ينقط او حاجه زي كده خلاص بنفصل عنه الكهرباء وما نستعملوش الا لما نشوف له حل، لان كان ممكن يكهرب، ممكن يعمل اي حاجه، ممكن كان يبقى في حد في الحمام الله الله اكبر، يعني لا قدر الله ويجرى له حاجه من الميه السخنه او من الكهرباء او كلام من ده. الحمد لله رب العالمين، ربنا ستر وعلى طول اللهم لك الحمد. نزلنا جبنا السخان ده وركبناه ونشوف مع بعض بقى اللي حصل في السخان القديم. وشكرا لكم يا حبايبي، انا صورته من غير صوت علشان بعد ما اسجل الجديد اجيب لكم الايه الصورة اللي انا اخدتها ليه وهو بينفجر. طبعا كان بعد الانفجار بشويه وبعد طب ما احنا اتصرفنا، فكان الموضوع هادي، لكن في عزه وفي عز ما هو بينفجر والدخان وكده كان شكله ايه، كان شكله صعب جدا. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. يلا بينا نشوف شكل السخان لما كان بعد الانفجار وكده. وشكرا لكم يا حبايبي، ويا رب يكون استفدتم من الفيديو ومن المعلومة دي علشان ما نستهنش بحاجة. شكرا لكم حبايبي، لو عجبكم الفيديو او اخدتم من المعلومة او يعني ونصيحة، لو استفدتم منه بنصيحة يعني او معلومة، لايك واشتراك وفعلوا الجرس، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.